رسالة الله للحكام. حديثنا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع. إيه ربنا عاوز يكلم الحكام في هذه الأيام؟ شو هو دور الحاكم؟ شو هو دور الشخص في المجتمع إزاء السلطة الحكومي، الإدارة أو الحاكم؟ رح أتكلم عن هذا الموضوع في هذه الحلقة. اليوم أحبائي رح نكتشف أمور مهمة، شو ربنا عاوز يكلم، ولا سيما الليدرز، القادة السياسيين، ولربما أيضا ينطبق على القادة الدينيين. في البداية أنا عاوز أقول شيء مهم جدا. أنا أقول الحديث اليوم باحترام وبمحبة لكل شخص، لا أقصد حكومة ولا أقصد شخصية، لكن أقصد الوضع العام أو الوضع بشكل عام في شرقنا الأوسط، وطبعا الأمر بينطبق على كل أنحاء العالم. بنشوف في مبادئ كتابية، أمور كتابية اللي بتشرح عن هذه المواضيع، وفي أمثلة كتابية لحكام وقادة ورؤساء وملوك، سواء كانوا صالحين أو طالحين، سواء كانوا أبرار أم أشرار، منشوف تأثيرهم على مجتمعاتنا ولا سيما في هذه الأيام. أنا بدعوك حتى تشاهد وتسمع هذه الحلقة المهمة جداً.